صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. بحب اعيد جميع اللبنانيين بعيد الاستقلال 69، واليوم معلي من منبر كتاب رح نحكي شوي عن معنى الاستقلال. الاستقلال هو اهم عيد وطني على الاطلاق، والمعنى هو معنى واحد، ولكن هن نكهات الاستقلال اللي بتتغير. وخلينا نعتبر الاستقلال هو ولد صغير واهله هن المواطنين. الوطن ما بيعيش بدون أهل، مثل الولد ما بيعيش بدون عناية. وإذا قدرنا نعرف نعود أولادنا على استقلالية وعلى روح الحرية، فينا نتأكد أنه رح يكونوا رجال ونساء مستقبل أبهر. وهيك الوطن، ما لازم نقول أنه نحن وين الاستقلال ومش عم نعيش الاستقلال. أولاً الاستقلال ببلش بكل واحد فينا. نحن روحنا روح الحرية وروح الاستقلالية اللي بتخلينا كمان نشعر باستقلال حقيقي. وأيضا في يقول أنه بالاستقلال استمرارية لازم نحافظ عليها كلنا، وخاصة الجيل الجديد اللي روح الوطنية يمكن فقدوها الكثير من الكبار اللي سبقونا، ولكن ما ننسى أنه كمان هن كبارنا اللي عطيونا الاستقلال من 69 سنة. وفينا نقول أنه لازم نكون كتير سعيدين وبكل اعتزاز نقول أنه نحن عم نعيد عيد الاستقلال بلبنان. وكمان الرسالة الأخيرة اللي بحب أعطيها اليوم بهالنهار المميز، أنه بفكر الحر وبقلم القلم الحر فينا نحافظ على وطن حر ووطن بيعتز باستقلاليته. وأخيرا أيضا اليوم بالقرن 21 عم نشاهد الكثير من التغييرات بالعالم العربي. يمكن كثير من البلدان قدروا يحصلوا على عيد استقلال، ولكن رجعوا بنيوا استقلال جديد لمن ركضوا كلهم على ساحات الحرية وطلبوا بتغيير وطلبوا بالسلام والحرية اللي هي على طول رسالة كل استقلال. واليوم بفكرة كتاب بحب وبعتز اني استضيف كاتبة وشاعرة وناقدة أدبية تركت لبنان من 1975، ولكن حبها للوطن بيرجعها كل سنة مرة ومرتين. ولبنان موجود على طول بكتبها الرائعة، الدكتورة عزة آغا ملك. أهلا وسهلا فيك. شكرا يا كارن، مرسي لك ومرسي للام تي في. بس انا بحب عقب شوي على اللي قلتيه عن الاستقلال، لانه بدنا انه جيشنا يقوى. نعم. بدنا انه جيشنا ينعطى سلطه اكثر مشان لحتى يقدر يتداخل بهالمشاكل يلي عم تصير كلياتها. نعم. نعم. وانا بوجه تحيه اكبار وجلال للجيش اللبناني. أكيد. والله يحميه. تحيه كبيره اللي هو على طول وراء الاستقلال يوميا. طبعاً هو وكل دقيقه وكل هو عماد سنة. الوطن صح. صح. وحال شعاره كان كثير حلو، جايب لي السلام، وهيدا يمكن ابدع صوره للاستقلال هو الحريه والسلام. والسلام. نعم. الدكتوره عزه اغا ملك من مواليد طرابلس، كاتبه وشاعره وناقده ادبيه، حائزه على دكتوراه بالادب الفرنسي ودكتوراه دولي بالالسونيه وعلم الاساليب لاستيليستيك، وايضا مقيمه بفرنسا من سنه 1975، اصدرت اكثر من 28 منها روايات ومنها دواوين شعر باللغه الفرنسيه، واكثر من 50 مقالة عن بالنقد الأدبي، وأيضا ترجمت كتبك إلى عدد من اللغات وقريبا بالصيني، وهذا شيء حلو كتير. وأيضا منحتي وسام برتبة ضابط بالعلوم والأداب من الحكومة الفرنسية من بعد ما كنت منحتي الوسام برتبة فارس. ألف مبروك وأهلا وسهلا فيك. خلينا نبدأ اليوم بهالعيد الاستقلال ونحكي عن السقيفة وقد أهمية السقيفة بالاستقلال، لأنه كل الرجال المفكرين هن بنيوا الاستقلال. ما بينبنى الاستقلال بالبارودة، بينبنى أكيد بالكلمة والحوار. واليوم بدنا نحكي شوي عن معرض الكتاب الفرنكوفوني اللي اعتزينا فيه، وكان يمكن من أنجح المعارض شافوا بيروت من 10 سنين لليوم بعدد الزوار. صح. وعدد
حتى الـ يعني البيع الـ بالبيع بالبيع كان يعني الشارين كانوا كتار، الكتب انباعت بعدد كبير وهذا الشيء حلو كتير. خبرينا أكثر شو رأيك عن هالمعرض الكتاب اللي نرجع نعيد ونقول أنه كان من بين 26 تشرين الأول لأربعة الشهر الجاري. يعني أنا بداية بدي حيي وأشكر الام تي في اللي هي منحتنا الفرصة إنه يعني تغطي هالعمل الثقافي الرائع يلي هو مهرجان الكتاب الفرنكوفوني. ما في غير الام تي في للحقيقة إنه يلي هي اهتمت بهالوضع، وأنت كنت اللولة والنجمة تسلمي توقيع كتاب لتعرفتينا على أكثر من 100 كاتب فرنسي وفرنكوفوني. فإذا هيدا عمل ثقافي رائع من قبل الام تي في بوقت ما عادت الثقافة هم بالنسبة للباقيين ولا أولوية. هيدا يعني أنا بشكر الام تي في وبشكر العاملين على هالعمل الثقافي هيدا. اللي بدي أقوله أنه صح السالون دو ليف كان أكثر من جيد بالنسبة للي قلتي أنه الزوار كانوا كتير كتير عددهم كبير، وهيدا اللي بيخلينا نقول أنه لا خلاص بدون الثقافة. صح، والوطن مفروض يكون بألف خير. أيوة. لما شفنا هالقد في زوار وفي ولاد ومدارس شاركت اللي هن كل أمالنا فيهم أيضا. صح. نعرف حضرتك أنت ناشطة مثل العادة وهذا شيء رائع فيك أنك بتتنقلي من فرنسا إلى لبنان وبتشاركي من كل قلبك وبكل كتبك. صح. كمان المميزة كنا عارفين أنه عندك ندوتين يعني بالمعرض. أيوة. وأيضا وقعتي كتبك. خبرينا أكثر عن الندوتين. أول ندوة شارك فيها كلهم من دكتورة ديما حمدان ودكتورة رولا زوبيان، وبحثوا في كتابين شعر لألي، كتف مي فيل مي زامور مي سوليتود و اكاتر مان اي ا دو كور يلي معمول افيك ان كو اوتور يلي هو زوجي جيل. بقى لقوا فيه، وانا بلاقي انه الناقد واللي اللي بيتعمق بكتب الكاتب بيعرف أشياء عن الكاتب، بيصير بيعرف أشياء عن الكاتب أكثر من الكاتب نفسه. صح. بقى حكيوا بالجيوبوليتيك والجيوبويتيك. نعم. وحتى كان في إيكو فيمينيسم، حكيوا في نظريات، هاي مفاهيم جديدة ونظريات جديدة طبقوها على هالكتابين وطلعوا بنتائج حلوة جدا جدا، وأنا بشكرهم. في يقول لأنه كتبك عطيهم كل هالماتيار فينا نقول في أكيد. إيه؟ إحنا بنعرف أنه كل كتاب حضرتك تكتبيه عطول في الإمرأة وفي الوطن، يعني عطول منحس قدي حضرتك مناضلة للامرأة ومناضلة للوطن. أيوة. واليوم فينا نقول الوطن الأم، يعني ليه بيقولوا مش الوطن الأب؟ لأنه صحيح. أنا بلاقي أنه بيحضن الوطن مثل ما بتحضن الأم. وبتصور هذا كانت ندوة كتير مهمة، وكان في عندك ندوة تانية. في ندوة تانية أنت كنتي المديراتور تبعيتها، أنت شاركتي فيها، كانت عن ستاتيو دو لا فام، وضع المرأة في مجتمعنا اللبناني. نعم. وبغير بالمقاربة مع غير مجتمعات. بس شارك فيها نادين حلاق برا يلي هلأ عم تعمل عن وضع المرأة في أطروحها، بدها هلأ أطروح الدكتوراه. نعم. بدها تناقشها قريبا. وفي هادي سقيم يلي ناقش أطروحها. نعم. من كام شهر كمان عن وضع المرأة. نعم. ووضع الرجل كمان، حكي عن الأوموسيكسواليتي، ما عجبهم للجنة الحكم أبدا، قال لأنه موضوع تابو. شوفي وين نحن وين الباقي. مع أنه أنا بتصور أنه لازم نحكي عن طبعاً كل أمور المجتمع. طبعا ما فينا نغطي عيوننا ونقول هذا وضع منه موجود، هذا وضع موجود لازم نتقبله، ولازم طبعاً تمشي المجتمع بهالشكل. لأنه كل إنسان بيخلق حر، واليوم عم نحكي عن الحرية كتير، وإنه حق طالما ما عم بيأذي غيره، ما عم بيزعج غيره، طبعاً يعيش حريته. طبعاً. وهيدا نحن كمثقفين ومنفتحين
لازم نقدرها. ما لازم نخبي راسنا مثل النعامة بالرمل ونقول لا 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 ما عندنا هالمشاكل. يعني إذا بنعتبرها مشكلة يروحوا يشوفوا المجتمع كيف صاير وكيف في هيدا وينتبهوا عليهم. ما في شك لهالشباب. وفي يقول إنه هيدي الندوة الثانية كانت عن مقتبسة عن كتابين لحضرتك. أيوة. كتابين ناجحين كثير يعني من سنة لسنة نجاحهم عم بيكبر، اللي هو باغيي ا باري ريبيدي ا بيروت، وثاني كتاب الجزء الثاني كاتو في دو تيموم بابا. هلا بدي اعمل ملاحظه صغيره، انه القنصل الفرنسي بلبنان، نعم، القنصل العام الفرنسي اعتمد ماغي ا باري ريبيدي ا بيروت كمستند ووثيقه، لانه في حالات كثير عم تجي لعنده مثل الحاله اللي عم اوصفها انا بالكتاب. نعم. مثل وضع المراه فيها هي نفس الوضع، مشابه يعني مشابه. نعم. جدا للوضع. بقى انا كثير فخوره بعملي اني حكيت عن المرأة وحكيت عن ظلم الرجل للمرأة لما بينعطى صلاحيات كتير. نعم. في رجال هلا في أزواج كتير منيحة ممتازين، بس في رجال بيستغلوا هالامتيازات اللي عطيتهم إياها السياسة والدين. نعم. لسوء الحال وبيصيروا بيحاولوا بدهم يحقروا المرأة. نعم. بدهم يستغلوا يستغلوها. نعم. وبالسياسة للحقيقة بالدين عطيته بريفيليج كتير، امتيازات كتير للرجل. نعم. يعني هيدي ما لازم بقى تقبل فيها المرأة. بعدين بالسياسة، يعني بالسياسة هلأ منقول لبنان بلد ديمقراطي؟ لا، منو ديمقراطي أبدا. وين المساواة مع الرجل؟ صح. ما في مساواة مع الرجل. بعدين أي النساء دخلت البرلمان غير انه المرأة يلي اغتيلة او حبسة زوجها او اخوها او ابوها او بيها، يعني عم تجي هي يعني وكأن هيدي ترضيت خواطر وتهدئة خواطر. صح. وكأنها هيك بس ترضية. نعم. كأنها ترضية. إن شاء الله يعني وجود الامرأة دجا بالمجتمع في 51% من النساء نص و 49% من الرجال، يعني المفروض مثل ما فيها المساواة بالنسبية يكون موجود كمان بال يعني المجتمع وايضا بالسياسة وايضا بالدين. انا بقول انه إيه؟ ليه برا بامريكا في 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 تدين إيه؟ لا وفي دي بريتريس يعني اخوان نساء، انه ليه لا يعني اذا مزبوط. هي متدينه ايه؟ انه ليه المراه ايه؟ على طول ما بحق لها او ما بيصير لها بس اذا بتستاهل اكيد، لانه مش كل النساء. طبعا ما كل النساء، بس بدي اقول شغله هون انه بعد هالربيع العربي. نعم. هلا نحن اجمالا وضع المراه مزري. نعم. بس انا بعتقد ما بدي اكون متشائم ان شاء الله لا، بس بعد هالربيع العربي بين اخوان مسلمين وبين سلفيين وبين ما بعرف شو كمان. نعم. ثالث المراه عم يسلبوها حقوق. نعم. نعم. يعني بتونس أخذت حقوق، أخذت مكتسبات سلبوا إياها هلا. نعم. نعم. وهلا عم ترجع تطالب فيه عن جديد. يعني هيدا شيء مؤسف، وإن شاء الله ما يكون هيك بعد هالربيع ما بعرف. نعم. شو البلوريال تبع ربيع هالربيع العربي بكل مكان. إن شاء الله إن شاء الله على كل حال الربيع بيجي بكل سنة، ونحن نتأمل أنه بكل معنى الكلمة يجي كل سنة الربيع ويحمل معه إن شاء الله يعني حياة جديدة واستمرارية. أنا كمان بدي أوجه لك شكر معلي اليوم وعلى الهوى للمقدمة الحلوة اللي عملتيها بكتابي الجديد مون بير لو روي دو موند، اللي بالأفية تحية لرجل لإلي رجل كبير بفهمه وبأخلاقه. الله يرحمه ويبقي كل بيات العالم. بتشكرك لأنه بعرف أنك شفت الوالد مرة مرتين مرتين وطلبت مني أنك تكتبي المقدمة. مزبوط. أيضا مزبوط. بتشكرك لأنه أثرت فيي وأثرت أكيد بعائلتي كلها أيضا. تقلك شي كارين، أنا الكتاب أثر فيني ومشان هيك كتبت المقدمة، وكنت يعني بحب أني المقدمة تكون أخذ فيها وقت أكثر. وقتها كان السالون دو ليفر على الباب. أنا كتبت الكتاب ببضع أيام يعني صرخة قلب. نعم. والبريفاس أنا كتبتها بسرعة، بس كتبتها من كل قلبي يعني بشوق ولذة كبيرين. ليش؟ لأني أولا قريت الكتاب. نعم. ثانيا لأني عرفته عن قرب بطل الكتاب
الكتاب يلي هو لو غوا دو موند، ويعني انا بقول بيستاهل اكثر كمان لو غوا دو موند، لاني عرفت ريمو عن قريب. صحيح مرتين بس بتقدري تحكمي من خلال مرتين، بتقدري تحكمي على الشخص. اعجبت بالنوبلس تبعيته والاليغانس تبعيته، اليغانس الحكي معكم. حال رح نرجع على الحديث المشوق ولكن من بعد الوقفه. مشاهدينا الكرام، منتابع حلقتنا اليوم المميزة مع دكتورة عزة أغا ملك. كنا عم نحكي عن مونبير لغوا دي موند، وأنا بحب أقول لجميع المشاهدين وبتشكرهم لأنه كتير إجوا على التوقيع، كانت حفل توقيع كتير حلوة وكلهم شاركوني لأنه كانوا دي مومون دي موسيون لإلي. أنا هيدا الكتاب منه كتاب كتبته تشارك فيه قصة، هيدا كتاب لخلد والدي اللي هو اصلا مش عاوزني تيخلد، بيخلد باعماله النبيله. ايضا في يقول انه كل الكتاب صار موجود بكل المكتبات، وكل الارباح لجمعيه سيسوبال، لانه بيي كان تعز على قلبه هالجمعيه مثل جمعيات كثير غيرها، وحبيت انه كل الارباح تروح ل يعني كمان للسنتر دوتيزم، سنتر التوحد الجديد اللي اسسوه، واللي اقل شيء فينا انه نشارك الاولاد اللي بيحتاجين لنا، واكيد عن دار درغام اللي بوجه لهم كمان تحيه كبيره للاستاذ نديم درغام. ايضا رح نحضر سوا شوي من السالون دو ليفر والتوقيع اللي صار ب 3 تشرين الثاني. كانت أجواء حلوة، حلوة هالسالون عن جد. بنعيش هيك، بنعيش أيام أيام ما بنعيشها يوميا. مزبوط. بعدين خليني أحكي شيء كارين، أنت بتقدمي الكتاب كلياتهم، كنت عم تقدمي بالسالون كل يوم، مدري كم كاتب قدمتي لنا، شيء فوق 100 إكريفان بقى، يعني مين بده يقدمك انت؟ تسلمي. المشاهدين بيقدروا وكتابي موجود. انا قبل كل شيء الكتاب بقول لازم يقرا كل شاب وصبي ليشوف هالعلاقه الوطيده بين الاب والولد. هلا بتقولي لي ليش كتبتي بهالشوق بهاللذه البريفاس؟ البريفاس كتبتها لثلاث اسباب، اولا لاني عرفت ولا ريمو، ثانيا لانه الكتاب عجبني، ثالثا لانه لقيت في وجه تشابه بين كتابك وبين كتابي. مونبير يعني وطنك دو موند، فرجيهم ارجع مونبير لو غوا دو موند، في ايجابيات كثير. بكاتوسي دو تيمون بابا في سلبيات، بس اثنيناتهم بيحكوا عن الحب والعاطفه الجياشه والحنان، حنان الاب. اثنيناتهم الاب فيه هو بطل الروايه مثل ما بيقولوا لو ايغو. هلا هون يمكن بكاتوسي دو تيمون بابا ست انتي ايغو، يعني البي عم بيلومه ولده. عم بيقول له وينك، انا عايزك وانت منك موجود، وانت شو عملت بامي والى اخره. قالوا يمكن بكتابي هذا التقدير لانه بي باعماله ما كان غير جيد جدا، يعني ما بحلم يوم اذا واحد بيقول لك اذا فيك ترجع تنقي اهلك، انا تحيه لامي الله يطول لها عمرها انه ما برجع نقي، وهيدي نعمه من الله انه واحد يكون عنده اهل
مثل أهلي، وأنا أكيد بكتابة أيوة. في الماما كتير لأنه ايه. أمي ايه طبعاً. بنيت مع ايه بنيت ايه. مع بي هالعيلة وهالأعمال الحلوة والخالدة يعني ما فينا وي وي نعم. وانا حبيت يعني اعمل يوم من الايام بدي اعمل اتيود كومباراتيف بين هالكتاب وهالكتاب لانه بالفعل في اشياء بتلقطيها كثير كثير حلوه. الصبي المراهق عندي عمره 15 سنه نعم. صبي عم يركض ورا صوره الاب ورا حنان الاب صح. بينما بكتابك حنان الاب موجود ويطغى على الكتاب على الكتاب على الاكريتور يطغى عليا بكتابي الصبي ما بده يشبه والده نعم. بيقول له أنا ما بدي أشبهك أنت بالعكس عم تتمني أنك تشبهي صح. بالكتاب يا البطلة تبعيتك نعم. تتمنى أن تشبه والدها بالكتاب صح. دونك في فوارق بس اثنيناتهم الأب هو محور القصة نعم. اثنيناتهم في شيء سلبي عندي في شيء إيجابي عندك وأنا بعتقد لازم كل الشبيبة تقرأ كتابك لأنه يعني بيكبر القلب شيء بيكبر معه القلب سلامي. بهالحنان والعاطفة الجياشة والعلاقات بين الأب نعم. وأنا بدي أزيد أنه ضروري أنه يكون في تقدير بنته. من الولد للأهل ولكن ضروري أنه الأهل يكون عم بيأدوا واجباتهم فهالولد هو لوحده بيقدر يلاحظ ويقدر. وأنا بتشكر وجودك عزة معنا يعني أنت صديقة وكاتبة وشاعرة عظيمة ومبروك لكل كتبك الجديدة ونرجع نستضيفك بفقرة كتاب. أنا بتشكرك يا كارين بتشكرك بتشكر على هالإنرجية اللي عندك اللي كلياتها موجهة نحو الثقافة هيدا شيء رائع جدا لازم الإنرجية تكون دايما بوزيتيف نحو شيء أفضل. أنا رح أختم بهالكلمتين اللي كتبتهم بآخر شابيت للبابا بدي أقول cette passion du Liban papa je l'ai hérité de toi اليوم بعيد الاستقلال je ne quitterai jamais mon pays quitte à ce que je paye le prix aussi cher soit-il de rester dans un pays instable où la vie semble chavirer entre le sublime et le mortel. إن شاء الله عطول لبنان يضلوا سبليم إن شاء الله سويون أوبتيميست إن شاء الله مرسي. مشاهدينا الكرام عيد استقلال كل عيد استقلال وأنتم بألف خير أنا بشوفكم نهار السبت